دوما أصحى قبل الشمس بيدي قلمي أكتب درسي أشكر ربي كل صباح فرعايته سر نجاحي. دوما أصحى قبل الشمس بيدي قلمي أكتب درسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من
من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، سعادة السيد محمد إبراهيم الشيباني، وسعادة الدكتور حمد الشيباني، وأيها الحفل الكريم، نحن اليوم في ساحة مركز المنار لتدريس القرآن الكريم والذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم ابن جمعة آل مكتوم حفظها الله. ضيفنا الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم الذي أسعدنا وشرفنا في هذه الأمسية المباركة بهذه الزيارة الميمونة. نحن إدارة المركز نيابة عن رعايتها الكريمة صاحبة السمو الشيخة هند بنت مكتوم ابن جمعة آل مكتوم، نرحب بكم في هذا الصرح العلمي وهذا المركز العظيم والذي بدأت فكرة إنشائه لدى بعض الإخوة، وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قام بتبرع قطعة أرضية في مكان استراتيجية لبناء هذا المركز العظيم، ولله الحمد قام بافتتاحه قبل 3 سنوات بيد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم. وبلا شك أن هذا المركز يخطو خطوات هادئة وواثقة إلى هدفه النبيل كما بينت راعيتها الكريمة سمو الشيخ هند في كلمتها حين افتتاح المركز، حيث تفضلت سموها قائلة: لقد أردنا من إنشاء هذا المركز الخير لأبناء المسلمين عربا وغير عرب في تعلم القرآن والمداومة على حفظه ومدارسته، وليسر الله لنا بإذنه لأن نحتفل في المستقبل بحفظة لكتاب الله يتخرجون من رحاب هذا المركز المبارك بإذن الله. ولقد سعدت كثيرا بخطة عمل المركز المتنبعة في اهتمامه بأبناء المسلمين من المواطنين والعرب وأبناء الجاليات والتركيز فيها على تعليم تلاوة القرآن الكريم وتحفيظه للصغار والكبار
ولمنتسبي المدارس العامة ليكونوا على صلة بهذا النبع الصافي، وما تشمله الخطة أيضا من محاضرات عامة للجاليات وغير ذلك من الأمور الثقافية والتعليمية المرتبطة بدين الله، وإنها لبداية طيبة. ونحن أيها الحفل الكريم لا شك أن مؤتمر دبي العالمي للسلام أحدث خطوة كبيرة نقلت المركز إلى الصفوف الأمامية، كما شاهدتم في الأيام الماضية كثير من الناس آمنوا برسالة الإسلام ودخلوا في دين الله الحمد لله، وبدأت مجموعة أخرى بدراسة الإسلام بعد مشاهدة المعرض الإسلامي الكبير المشهور المسمى طريق النجاة، وبعد الاستماع للمحاضرات المتعددة. ونحن إذ نرفع أجزل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لهبته هذه القطعة الأرضية الاستراتيجية لبناء المركز، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته. كما نشكر سمو الشيخ هند بنت مكتوم ابن جمعة آل مكتوم لتفضلها ببناء هذا الصرح العلمي العظيم. وكما نخص الشكر الجزيل نيابة عن هذا الجمع الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام، ونشكر سعادة محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي للخدمات الجليلة التي لا نجد مثيلا لها في تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالمؤتمر. وكما نرجو